بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، سألني أحد الإخوة عن القبة الحرارية التي تضرب بعض الدول العربية اليوم، ما حقيقتها وماذا نفعل؟ هذا الأمر أخي الحبيب يجب أن تعلم أنه بتقدير من الله، وأن كل ذرة في الكون لا تتحرك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. المعاصي كثرت، الذنوب كثرت، البعد عن الله كثر، لم نعد نلتفت أو نتذكر اسم الله تبارك وتعالى، وكأن الله غير موجود في حياتنا. نفكر بكل شيء، نفكر بكل شيء إلا بشيء واحد، هو الله، أو بالآخرة أو بالموت، نتناسى تماما. لذلك الله سبحانه وتعالى يبتلينا كل فترة. انظر معي أخي الحبيب، الله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر. هذه القبة الحرارية التي تظلل بعض الدول أو بعض المناطق وتحبس الحرارة وتؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، يصل إلى 40 أو 50 درجة مئوية في بعض المناطق، ثم تعود، هي موجات من الحر، تختفي ثم تأتي، تختفي ثم تأتي. يعني الحرارة وارتفاع الحرارة أحبتي في الله هو يأتي على شكل موجات. هذه الموجات حقيقة تضرب أوروبا أحيانا. الآن درجات الحرارة في بعض الدول 48 درجة، في الصين مثلا ارتفعت لأكثر من 50 درجة. هذه الظاهرة غير المسبوقة، أنا بالنسبة لي أعتبرها إنذارا من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن الله يريدك أن ترجع له أخي الحبيب، الله يريدك أن تعود إليه، أن تتذكره، ليصرف عنا هذا النوع من العذاب الأصغر. لأن الحرارة عندما ترتفع تؤدي لانقطاع التيار الكهربائي، تؤدي لمشاكل كثيرة، تؤدي لأمراض كثيرة أيضا، وبالتالي هي نوع من العذاب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن نحن نتذوق نتيجة أعمالنا. طبعا أنا أفكر معكم من وجهة نظر قرآنية. العلماء يقولون هذه ظاهرة طبيعية بسبب الاحتباس الحراري، بسبب التلوث، بسبب زيادة نسبة الكربون في الجو، وهي زيادة غير مسبوقة. تحدث هذه الموجات من الحرارة، ولا تستغرب أخي الحبيب أن تجد درجات حرارة أكثر من 50 في المستقبل، وهذا سيؤثر على درجة حرارة الماء في البحار وعلى المخلوقات البحرية أيضا، وستكون كارثة، إلا أن يرحمنا الله أو يتغمدنا الله برحمته سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب أنا أقول: إذا أردت الحياة الآمنة السعيدة المستقرة ارجع إلى الله. والله كل ذرة في هذا الكون لا تتحرك إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. انظر معي إلى هذه الآية العظيمة في سورة الدخان أخي الحبيب. من علامات الساعة الكبرى أن نظلل بالدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. سيأتي ذلك اليوم، والشواهد كثيرة على ذلك. ستجد أن هناك جزيئات من الدخان تغلف كوكب الأرض، وسوف تؤدي لرفع درجات الحرارة وإلى مشاكل كثيرة في التنفس، وتؤدي إلى كوارث، وهي نوع من العذاب. ولكن الشيء المبشر أن الناس في ذلك الوقت سيطلبون العفو من الله وسيعودون إلى الله. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، سيؤمن معظم الناس في ذلك الوقت، والله سيكشف العذاب ولكن مؤقتا، لأنهم سيعودون للكفر.
هذه الآية أنا أستطيع أن أستنبط منها طريقة لكشف هذا العذاب، وهي الإيمان بالله، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فكأن الله يريد أن يقول لك: لا تنتظر حتى ينزل هذا الدخان، لا تنتظر حتى ترى هذه العلامة الكبرى من علامات الساعة. منذ هذه اللحظة تب إلى الله، ارجع إلى الله. انظر أخي الحبيب، اليوم كم عدد الناس الذين يعتنقون الإسلام في الغرب؟ كم عدد الناس الذين يقتنعون ويقبلون بالإسلام من ديانات أخرى؟ ظاهرة يعني انتشرت بكثرة، عودت الناس إلى الإسلام، وهذه من المبشرات. لذلك نحن كمؤمنين أولى بنا، أو كمسلمين، أن نعود إلى الله، أن ندعو الله. لذلك في هذه الأيام الحارة أخي الحبيب، أدعو الله أن يكشف عنا العذاب. هذا دعاء لطيف من سورة الدخان: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. كلما أحسست بالحر، بالمرض، بالضيق، بضيق الرزق، بكارثة يضيق صدرك لها، أحسست بهم، بغم، بخوف من المستقبل، أدعو بهذا الدعاء، والله سبحانه وتعالى يستجيب، لأنه هو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا هذه الكوارث، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يرزقنا العودة إليه. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.